نوح الغزاني من مدينة الدار البيضاء والدرب السلطان بالضبط. كوميدي يلا بهادي كنشق الطريق ديالي. اليوم جينا باش نحضروا هذا ليفينمون اللي فيه الفنانه مخرجين عارضين ازياء بزاف الحوايج وانا سعيد بالحضور ديالي هنا. كنشوف نوح مشهور بزاف بالشخصيات اللي كيقلدو، ما اثروش عليك؟ لا بالعكس، الحياه الشخصيه ماشي هي الحياه العمليه عادي، ولكن بزاف اللي كيتقمصوا فحال هكا ادوار سواء في الفكاهه سواء في التمثيل ضروري كياثروا عليهم شويه حيت خاصهم يتقمصوا الدور اكثر. هذيك ملي كتشعل الكاميرا صافي كتمشي للبيرسوناج كتلعبو عادي. شنو نقول لك دابا حنا ملي كنكونوا كنجسدوا شي دور ديك الساعه كيكون الدور اللي عطاك هو اللي كتدخل فيه. تقدر تكون مسطي، تقدر تكون طبيب، تقدر تكون مغني، انت في الاصل ماشي هادشي. بزاف الفنانين شفناهم لعبوا شيخات، لعبوا بزاف الحوايج ولكن هما ماشي شيخات، يعني كيلعبوا داك الدور كيتقمصوا كيدخلوا في ديك الشخصيه باش كتشوف بان ديك الشخصيه نجحات. ملي كتشوف الفنان تقمص داك الدور كتعرفوا بان ديك الشخصيه وداك الممثل في المستوى. دكوغ، نوح ما تعرضتش للانتقادات بسبب الادوار اللي كيلعبوا؟ لا نكذب نقول لك تعرضتش للانتقادات، ماشي انتقادات، شي وحدين كيكونوا طالعين في الاكسبلور كيشوفوا الفيديو ديالي طالع، ما عارفينش اش واقع، واحد الدري داير الشعر كيمثل دور ديال البنت كيبداو يعايروا، ولكن اون فوا كيدخل عندي الباج كيعرف نوح شكون كيتفرج في لي لايف، صافي كيبدل الفكره ديالو. دكوغ، نوح ملي كيتلاقاو معاك الناس اللي كتعجبهم متبعينك برا، شنو كيعيطوا لنوح؟ كيلك عيط نوح. كاين اللي كيفاش كنقول كيتخلع كيدير ليها كيرجع مارشاري، فهمتي كيفاش؟ كيتسحبوا بحال النوح في الواقع بحال راجا. زعما الدريه من الشرمله اللعيبات كيجيو يقربوا مني كيلقاوني ماشي انا ماشي نفس الشخصيه، كيلقاو نوح نوح والشخصيه راه شخصيه. ما عمر شي واحد معيط لك بسميه فتاه الشخصيه؟ لا راجا كيعيطوا لي وحده راجا كيضحكوا. داكوغ، ما لقيتيش مشكل؟ لا ما لقيتش مشكل، مزيانه القضيه كتجيني بانني داكشي اللي كندير كيوصل الناس. داكوغ، مؤخرا كان طلع بوز على وكان طلع واحد الطجه على اللايفات اللي كيديروا في تيك توك، كيدخلوا فنانين كيديروا لايفات سو كيدخلوا تيك توكرز ولا انفلونسرز اون جينيرال كيقولوا لا هادو فنانه وعندهم فلوس علاش كيدخلوا كيسميهم سعايا بليتو. انا ما كنحسبش السعايا. دابا اون فوا كاين لايف في تيك توك فيسبوك انستغرام، هاد السوشيال ميديا كامله فيها لي لايف، يعني بنادم كيدخل يدير لايف تيك توك ماشي قضيه انه دخل يسعى. حيت اصلا انا اون فوا كتدخل انت دير تيك توك كدير لايف كدير تحدي كيبداو يصيفطوا لك الناس الدعم، ماشي انت كتقول لهم عفاكم صدقوا عليا ولا، فهمتي كيفاش؟ كتدخل اون فوا كطلع لايف كيعطاك الدعم الناس كيبداو يجيوك لي كادو داكشي. داكوغ، انا ما كتحسبش السعايه. انا ما كيفكرش نوح يدخل مجال التمثيل؟ قريب ان شاء الله. تعرض عليك شي تقريبا شي عمل؟ تقريبا ان شاء الله يكون. وات داكشي باقي في الطابله تيخرج داكشي مزيان ونقولوا لكم. سيت كوم ولا مسلسل ولا فيلم؟ نقدر نقولوا فيلم. فيلم؟ قريب يبدا التصوير ديالو؟ باقي حنا على الطابله كنهضروا في الموضوع. داكوغ، ما تقدرش تقربنا من الدور اللي غادي تشخص؟ ما نقدرش. باقي فهمتي؟ باقي ما ماشي وقتها. داكوغ، نوح قول لنا الرساله للجمهور ديالك. شنو نقول لكم؟ شحال ما قلت لكم شحال ما كتبتوا قلتوا بقيت كنقول ما غنوفيش الحق ديالكم. متبعيني كيصيفطوا لي ميساجات كيساندوني يقولوا لي حنا معاك وخرجتينا من واحد الكابه، العيالات كيقول لي دوزنا الفتره ديال الحمل ديالنا بك، شي وحده كيقول لي الوالده ديالي عندها 70 عام تبعاك، وحدين كيقول لك ولدي عنده عامين كيشوفك تضحك كيفرح، هذا الشيء كيفرحني وكنقول لهم قوم سانديني واللي جا يكون احسن. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.